خير شباب، النهاردة هيبقى ال three phase rectifiers. مبدئيا three phase rectifiers أسهل بكتير جدا في المعاملة مع من السنجل فيز. ليه؟ لأن إحنا مش علينا غير نوعية لود واحد بس في three phase، وهو ال three phase كله ال three phase مع ال R load بس. يعني احنا ما عملناش اي لود تاني في الثري فيز. الدكتور قال، الدكتور ما شرحوش، الدكتور قال ان هو مش، يعني الموضوع فيه كان صعب. يعني احنا خدناه في الميجور تاسك بس احنا كان ندرسه كدراسة ما عملوش. يعني فكل اللي كان في السلايدز واللي في الشيتات واللي في كل حاجة كان الثري فيز مع الاول لود بس، فول وهاف ويب. تمام، اول حاجه عايزين نعرفها ان ازاي نرسم اصلا 3 فيز. زي ان الحوار ده انت هتقعد تعمله كذا مره، وبعد كده هتلاقي ايدك بتاخد تعرف ترسم 3 فيز لوحدها زي ما انا عامل تحت كده. يعني انا ارسم 3 فيز بايدي عادي، شكلها مش بيرفكت يعني، بس انت في الاول في الاخير هتقعد ترسمها بالطريقه اللي انا اقول لك عليها. وبعدين هتلاقي نفسك بعد كده انت بترسم لوحدك، يعني ان انت بترسم لوحدك 3 فيز من غير ما تقعد تعمل الطريقه دي. اول حاجه انت بترسم خط هوريزونتال كده. تمام، وانا حتى قايل لك ترسمها ازاي. يعني بعد كده تقسمه 18 نقطه، فادي واحد من التقسيم، يعني دي نقطه تقعد تقول ان دي نقطه، الثانيه الثالثه الرابعه خمسه سته لغايه نقطه رقم 18. طب ليه بنقسمه 18 نقطه؟ عشان لو مسكنا 360 قسمناها 18 تدينا كام بقى؟ هتدينا 30. اشمعنى بقى 30؟ يعني ليه مثلا ما مسكتوش قسمته على 10 دي 36؟ اشمعنى انا عايز 30؟ اولا لان انا عارف ان كل فرق ما بين فيس شيفت والتانية 120، يعني 4 نقط. يعني 120 يعني لو النقطة ب 30 يعني 4 نقط. انا كده هعرف اوصل للفيس شيفت ما بين كل انجل والتانية. تاني حاجة، عشان انا عارف ان مثلا البيك بتاع اول فيزا مثلا عند 90، يعني كام نقطة من دي؟ يعني 3 نقط. تعرف زي ايه مثلا؟ البيك بتاعها 90، اللي بعديها هتلاقيها متشفتة 120، يعني هتزود 4 نقط يعني عند النقطة السابعة، ترجع تضربها في 30 هتطلع عند 220، عند 210، وهكذا بقى. فعشان كده رقم 30 ده رقم مميز أوي. فانت هتقعد ترسم. أول فيزا هتيجي تقول ادي صفر لغاية الباي. الباي دي اللي هي 180، يعني النقطة رقم كام؟ تمسك 130، 180 تقسم على 30، هتديك 6 يعني بعد النقطة الستة. فأدي أول واحدة، وبعد كده كمان 6 نقط كمان هتبقى 2 باي. فأنت كده رسمت الفيزا إيه. وبعد كده طلعت عايز البيك بتاعك. البيك بتاعك هيبقى عند 90، 90 بتاعك يعني النقطة التالتة اللي بعديها هتبقى بعد فيس شيفت 120. ماشي، 120 في 30 يعني بعد 4 نقط، يعني دي هتبقى النقطة الرابعة. هتطلع. البيك بتاعك كام؟ البيك بتاعي 210. الفرق ما بين البيك والبيك هيبقى 120 برضه. تمام، بعد كده ترجع تنزل. هنزل هنا من كام؟ والله أنا ابتديت عند 120. احنا اتفقنا إن أنت هيبقى بعد ال 180 هتنزل للصفر. ال 180 اتفقنا إن هي ب 6 نقط، فأنت ابتديت من عند النقطة الرابعة، يبقى عند النقطة العاشرة، وهكذا بقى. لغاية ما ترسم كل الفيزات هتقعد ترسم كل الفيزات. أول كام مرة هتلاقي نفسك بترسم الفيزات بالطريقة دي، وبعدين هتلاقي إنك بترسم الفيزز لوحدها، يعني هيطلع شكلها أبروكسيميتلي إيكو. تمام، بالهاف ويف بقى بس الأول نمسح الكلام ده. بالهاف ويف بقى أنا هاجي على كل فيزا أحط دايد واحد بس، زي ما احنا شايفين كده. طيب وبعدين؟ والله انا عارف ان الدايت ده مثلا مش هيشتغل غير لما تكون فولت الانود بتاعه اعلى من فولت الكاثود. طب امتى اللحظه دي تتحقق؟ لما يكون فولت الفيزاي اللي هو الفولت بتاع الفيزاي اللي هو مثلا اللي هو الفولت ده اعلى من فولت الفيزا بي اللي هي الفيزا دي، وأعلى من فولت الفيزا سي. الفيزا سي نازلة من تحت وهترجع تكمل من هنا.
وبالتالي انت هتلاقي ان الفيزياء هتشتغل في الفترة دي بس. تمام، الفيزياء بي هتشتغل في نفس الكلام، لما بعد كده هتيجي تنزل هتلاقي ان الفولت بتاعها بقى اقل من الفولت بتاع الفيزياء بي، الفيزياء ايه هتقف، فالدايود ده هيقف مش هيكمل الشغل. نيجي للفيزياء اللي بعديها، دلوقتي الفيزياء بي بقت هي اللي اعلى، فهتلاقي ان الفيزياء بي هي تبتدي تشتغل. المفروض النقطة اللي هتقف فيها هنا هي النقطة اللي هتقف هنا يعني، بس صح يعني أوي. لغاية أما يجي ينزل يلاقي إن الفيزا سي بتاعها بقى الفولت بتاعها أعلى من الفولت بتاع الفيزا بي، فهتقف، فالدايت ده هيقف. يجي للفيزا سي هيفضل شغال 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 لحد لما هيقف عند النقطة دي. تمام؟ تمام. عند اللحظة دي بقى فولت الفيزا، بقى فولت الفيزا ايه رجع بقى هو الأعلى تاني، فولت الفيزا ايه يرجع يشتغل تاني، وهكذا بقى يفضلوا يسلموا بعض. في اللحظة اللي هو بقى فولت الفيزا ايه أعلى، الدايت ده مش هيشتغل، هنرجع نشغل الدايت ده، وهكذا بقى تفضل شغالة كده 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 لحد ما في الآخر هتطلع 3 بولسز كده في البريود الواحدة، هيطلع لك 3 بولسز. عشان كده ده اسمه 3 phase rectifier half wave، بيتسمى 3 phase rectifier بتسمى البلسيتنج rectifier، أدق يعني بتسمى كيو بلسيتنج rectifier على حسب عدد الدايز، على حسب عدد البلسيط اللي هيكون. فهمت؟ هنا حاطط 3 دايز هيطلع لك 3، في الويف هنبقى حاطين 6 دايز هيطلع لك 6 بلسيط في البريود الواحدة. أنا بقول كلامي على البريود الواحدة. طيب تمام ماشي خلاص، خلينا ننزل تحت. طبعا انا احنا طالما احنا شغالين مع ار لود، الكرنت هيبقى شكل الفولت، بس كل الفرق ان البيك هتبقى الفولت الماكسيموم على الاربعه. احنا من الاخر كده الفولت بتاع فيزا ايه شغال، ايه شغال فور بيريود تو باي من ال 30، مش من الصفر معلش، لان الحته من الصفر لل 30 دي هتبقى شغال فيها الفيزا سي لما هتكمل الشكل يعني، بس خلينا نبدا ان احنا بادئين من 30. فمن 30 ل 150 اللي هي الحتة دي، الحتة دي اللي هي كام؟ اللي هي 120 أو 2 باي على 3، الفيزياء اللي كانت شغالة، فالدايدون هو اللي شغال، فالكرنت بتاع الدايدون هو اللي طالع. فيزا بي يبقى الكرنت بتاع الدايد التاني شغالة برضو من نفس الكلام، شغالة من 150 ل 270، هتلاقي اللي هي برضو من هنا لهنا هتلاقي برضو من 120 اللي هي 2 باي على 3. فيزا سي هتبقى شغالة من 270 ل 390، هترجع تشتغل حتة تانية من صفر لتلاتين اللي هي الحتة اللي احنا كنسلناها من فوق. طيب نيجي بقى للكرنت بتاع السورس. الكرنت بتاع السورس ليه كذا طريقة ممكن تجيبها بيها، يا اما كرنت الاي دايد 1 ناقص الاي دايد 2، او كرنت الاي دايد 3 ماينس الكرنت بتاع الاي دايد 2. فانت مثلا هتيجي تعمل دي، دي ناقص صفر تديني هي هي، صفر ناقص دي تديني دي معكوسة، او لو من الناحية التانية دي ناقص صفر صفر، يعني احنا قلنا الاي داي 3 معلش عشان مانعنا من اللخبطه، الاي داي 3 ناقص الاي داي 2 فصفر ناقص دي هتديني دي معكوسه تحت، دي ناقص صفر فهتلاقي نفسك ان الكرنت بيكمل كده، وهتلاقي ان هو هيجي هنا، هتلاقي ان هو هيقعد يكمل السايكل بتاعته لحد ما يتعاد تاني، فهو يفضل وهتلاقيه بينزل بعد كده تاني، وبعد كده بيطلع فوق تاني، وهكذا يفضل شغال كده، بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل، فده بيطلع لي ساين ويف. فدي حاجة، دي حاجة كويسة يعني بالنسبة لي في حتة الريكتفاير بتاع الثري فيز، ان الكرنت اللي ماشي في الترانسفورمر بيبقى اي سي عادي مش دي سي. تمام تمام طيب عايزين بقى ايه اللي يهمني؟ اتفقنا سنجل فيز، اللي يهمني ان انا احسب الفي دي سي والاي دي سي والفي ار ام اس والاي ار ام اس عشان اعرف احسب كل الفاكتورز اللي مطلوبة مني. عادي جدا. طيب تمام، هناخد بلس واحد يعني، انا هاخد البلس دي ادرسها، وبعد كده هبقى يعني الكلام اللي عليها هيبقى على كل الكلام اللي بقى على كل الفيزات التانية. انا مسكت كل اللي عملته بدل ما اخش في حتة بقى، طب انا هشفت انت عشان تعمل يعني الطريقة اللي انا بعملها تحت دي، انا شفت الاكسس. طب مش عايز شفت الاكسس، هتلاقي ان انت بتقول مثلا هتبقى في ماكسيموم بين اوميجا تي ناقص 30، وهتقعد تفك الساين 30 وبتاع، هتخش في قصة. طب على ايه رأيك اشفت الاكسس وجيبه في النص بتاع الباص دي بالظبط؟ طيب لو انا عارف ان دي كلها 2 باي على 3،
نصها هيبقى كام على اليمين، نصها على اليمين هيبقى باي على التلاتة، ونصها كام على الشمال، نيجاتيف باي على التلاتة. طب ايه رأيك ان انا هانتجريت الحتة دي؟ الشكل ده شكل ايه؟ شكل كوزاين ويف، فالساين اتحولت ساين، الساين اتحولت كوزاين. وانا قلت ان انا شفت الاكسس، جبت في نص البلصاية دي، البلصاية دي كلها تو باي على التلاتة، يبقى النص ده باي على التلاتة، النص ده نيجاتيف باي على التلاتة. انا قلت الانتجريشن واحد على التي واحد على البيريود، اللي انا لسه ما قلتهاش هقولها، من نيجاتيف باي على التلاتة لباي على التلاتة، في ماكسيمم كوزاين اوميجا تي. ليه؟ لان انا لما شفت الاكسس الناحية التانية فالساين اتحولت كوزاين، يعني لما شفت الاكس في النص الساين اتحولت كوزاين، والباي على التلاتة والنيجاتيف باي على التلاتة اللي هما الاتنين على بعض هيدوني اتنين باي على التلاتة، بس انا قسمتها بالنص. تمام. البيريود بقى قد ايه؟ والله البيريود بتاعتي باي على التلاتة، يعني البلس دي شغالة لمدة قد ايه؟ تباي على التلاتة، وبعد كده أختها تتسلم تباي على التلاتة، وبعد كده أختها تتسلم تباي على التلاتة، وهكذا تباي على التلاتة تباي على التلاتة تباي على التلاتة. تمام؟ في اتنين. ليه الاتنين دي؟ عشان أنا بدل ما خليت الانتجريشن من نت تباي على التلاتة خليته من صفر لباي على التلاتة، لأن الشكل سيمتريك، فأنا استخدمت قواعد الانتجريشن اللي من حق أستخدمها، اللي هي إيه؟ الشكل سيمتريك. بدل ما هعمل انتجريشن مرتين، هو هيبقى يعني من نت تباي على التلاتة لزيرو، هو من باي على التلاتة، من صفر لباي على التلاتة، فضربت في اتنين بس. تمام؟ في ماكسيمم كوساين اوميجا تي. لما تيجي تعمل الانتجريشن ده وتخلص، هيطلع لك في الاخر ان الفي دي سي 3 روت 3 في ماكسيمم، اللي هي بيك فيس فولتج على الاثنين بول. تمام. السؤال لما هتتساله يفضل ترسم الشكل ده وتقول ان ده شكل البلس الواحده، وان انت تكتب ان انت الفي دي سي بتاعك 2 في 2 بول، تكتب الرول ده. بدل ما تعمل انتجريشن انت عايز تحفظ القانون، لان القانون ده سهل الحفظ، يعني زي قوانين السنجل فيس برضو كان فيها قوانين زي تلاتة الحاسس اللي هي في ماكسيموم على اتنين باي، وفي ماكسيموم أو اتنين في ماكسيموم على باي، وهكذا. كانت القوانين سهلة يعني إن هي تتحفظ يعني. تمام. نيجي لل VRMS. ال VRMS لما تيجي تعمل له تاخد نفس الكلام ده، تبقى في ماكسيموم سكويرد كوزين أوميجا تي سكويرد زيرو باي على التلاتة، كريشن من زيرو باي على التلاتة في واتنين وتو باي على نفس ده، بس تبقى سكورد تحت الروت، هيطلع لك في الآخر بوينت ايت فور زيرو سكس في ماكسيم. عايز مش عايز تعملها بال مش عايز تحفظ القانون، طلع ال في ماكسيمم سكورد بره ال بره الانتجريشن، اعمل انتجريشن من زيرو باي على التلاتة على الكالكوليتر راديان الكوزين اكس سكويرد دي اكس، هيطلع لك رقم هتضربه في الرقم ده، تعمل سكوير روت لل في ماكسيمم سكوير تديك في ماكسيمم، وللرقم اللي هو 2 على 2 باي على 3 لما تضربه في اللي هيطلع من الانتجريشن هيديك في الاخر 0.8406. تمام. تمام. ميزة ان انا بتعامل مع ار لود، ان انا هقول ان الاي دي سي هي في دي سي على ار، فانا هحط كده القناع على طول. ميزة ان انا بتعامل مع ار لود برضه ان الاي ار ام اس اللي طالع هو الفي ار ام اس على ار. خلينا نحس الارقام شويه بقى، خلينا نحس الأرقام عشان نبقى متوقعين الفاكتورز اللي هتطلع في المشاكل عاملة ازاي. لو جينا بصينا على ال VRMS اللي طالع وال VDC اللي طالع، تلاقيهم هما الاتنين شبه بعض، يعني 3 روت 3 على 2 باي ده هيدينا 0.827، وال VRMS اللي طالع 0.806، يعني الاتنين تقريبا هيبقوا قد يعني بقوا قريبين جدا من بعض. بس الفيزيكال فاير زي احسن من السنجل فيزيكال فاير في جميع الاحوال يعني. لما هخش في الفول ويف بقى، هتلاقي ان الكلام ان تقريبا الار اي ار ام اس اللي طلع الفي ار ام اس دي سي في دي سي الاثنين تقريبا قد بعض، تقريبا قد بعض. تمام. هو ده الكلام اللي احنا هنشوفه هنا بقى دلوقتي في الفيز في الفول ويف. التعامل مع السي فيز اسهل عشان احنا المنهج متخفف علينا في السي فيز. مش معنى كده ان السي فيز سهل، السي فيز مش سهل، السي فيز لو دخل فيه بقى ار و ال و ار و ال و اي و ار و ار و اي والكلام ده كله، الموضوع بيبقى مقرف جدا، ان ساعتها قيمه البطاريه بتفرق في شكل الويف اللي هيطلع. طب يا ترى البطاريه دي هتبقى قطعه من ناحيه البيك ولا مش قطعه ناحيه البيك، فالموضوع بيبقى مقرف جدا. وهتلاقي ان في اللحظه اللي انت واقف فيها يعني لا الدايت ده شغال ولا الدايت ده شغال، يعني مثلا لا الفيزا دي شغالة ولا الفيزا، يعني الفيزا دي خلاص نزلت، لو قيمة ال E هنا فهي مش هتنزل، هي هتقف عند ال E وتفضل واخدة شكل اللاين كده من هنا. يعني خليني أمسح أمسح الكلام اللي هنا ده عشان خاطر أوريكوا لو كان في E، كان لو كان في E تبقى مقرفة ازاي، وما كانش هينفع يبقى ليها شكل فيكسد، لأن كانت هتفرق على حسب قيمة ال E اللي موجودة. مثلا
لو افترضنا ان انا عندي ار اي لود، فهتلاقي ان الاي هنا، دي هتأثر لك في حاجة؟ لا مش هتأثر لك في حاجة، هيطلع لك بنفس شكل الويف فورم، لأن كده كده الدايم أنا مالي، أنت كده فولت الفيزا اللي عليها أقل طبعا، فلا الداي ده شغال ولا ده شغال ولا الكلام ده كله هيحصل، ولا حتى قيمة الإي هتفرق معايا في شكل الويف فورم اللي هيطلع. ليه؟ لأن قيمة الإي أصلا أقل من الفترات اللي الداي الطبيعي مع الأر لود هيشتغل فيها. طب إمتى قيمة الإي هتفرق؟ خلينا نفترض إن أنا عندي بطارية، الكلام ده بقوله من باب العلم بالشيء، يعني اللي عايز يجري الحتة دي من الفيديو يبقى يجريها براحته يعني، تمام. خلينا نفترض بقى ان انا عندي بطارية قيمتها عالية، قيمتها هنا كده ملحوظة، انا مش لازم الويف فورم الصح، عشان كده الشكل المفروض، يعني المفروض الخط ده هيقطعهم كلهم في نفس النقطة، بس عشان انا مش راسم عادل قوي يعني. ايه اللي هيحصل هنا بقى؟ انت والله خلينا نمشي في الطبيعي، ان المفروض من اول هنا الفيزياء تشتغل، لا الفيزياء مش تبقى شغالة من هنا، أمال إيه اللي هيبقى شغال من هنا؟ هيبقى ماشي خط كده، الخط ده بتاع البطارية، بعد كده الفيزياء تشتغل تشتغل تشتغل، المفروض تكمل شغل بقى لحد النقطة دي، يعني لحد 150، لا مش هتشتغل لحد 150، أمال إيه اللي هيحصل؟ هتيجي عند فولت البطارية العالي وهتقف، تفضل ماشي خط 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 لحد ما تشوف لحد ما تشوف النقطة دي، النقطة دي بتاعت الفيزياء بي، تفضل شغالة 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 لحد ما تيجي هنا، المفروض تكمل ال 270 بقى، هتفضل يعني شغال لحد 270، لا مش هتشتغل. ليه؟ لان فولت البطاريه بقى اعلى، فهتفضل واقفه خط 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 حتى اما الفيزا سي تبدا تشتغل، المفروض انت متوقع ان الفيزا سي تبدا شغاله لحد 390، لا مش هتشتغل لحد 390، لحد الحته دي وهكذا، تفضل بقى مكمل، فبدل الشكل اللي هو المفروض يبقى طالع كده، لا هتلاقي الشكل عامل كده بلص، وبعد كده خط وخط البطاريه يعني، وبلص وبعد كده خط البطاريه وبلص وبعد كده خط البطاريه. ليه بقى المعاملة هنا هتبقى مقرفة؟ انت فاكر لو احنا كنا بنتعامل بالار اي كنا بنسمي الانجل دي الفا والانجل دي بيتا، ونروح نعمل انتجريشن ونروح نقول في ماكسيمم، كنا بنقول ان الالفا يكوال ساين انفرس الاي على الاي على الفي ماكسيمم وهكذا. حلو، انت هنا هتيجي تطلع الالفا بسهولة، البيتا هتلاقي حساباتها معقدة، فعشان كده الدكتور يعني الدكتور ما شرحش الحتة دي اصلا، تمام. انا قلتها بس من باب العلم بالشيء، معلش يا شباب انا اسف، لو انت مش عايز تسمعها ما تسمعهاش وجرب الفيديو يعني. طيب نيجي للثري فيز. الثري فيز بقى هناك كنت بتعامل مع الفولت فيز، هنا هتعامل مع الفولت لاين تو لاين. ليه هتعامل مع الفولت لاين تو لاين؟ هناك الدايود كان ليه علاقة ما بين فيستين، لا هو دايود مع اللود والنيوترال، دايود مع اللود والنيوترال، دايود مع السورس والنيوترال، دايد مع السورس نيوترال. هنا الدايد بقى معاملته مختلفة. ليه؟ خلينا ناخد الدايد 1 ده، يعني خلينا ناخد البرانش ده، انت في اللحظة انت لو جيت بصيت على النقطة دي هتلاقيها واصلة، الدايد 1 الانود بتاعه على الفيزا ايه، والكاثود بتاع الدايد 4 مع الفيزا ايه برضه، ينط مثلا على البرانش ده هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي مثلا ان الانود بتاعه مع الفيزا 6 في النقطه دي مخطوطه، دي غلطه، الانود بتاعها هيبقى مع الفيزا بي، والكاثود بتاع الدايت 6 مع الفيزا بي وهكذا. هتلاقي ان مثلا في الفيزا سي هتلاقي ان الانود بتاع الدايت الخامس مع الانود بتاع الفيزا سي، والكاثود بتاع الدايت التاني مع الانود مع الفيزا سي هكذا يعني. طب ده هيعمل لي مشكلة طبعا، انت هنا بقى ما ينفعش تتعامل مع الفولت فيز، هتعامل مع ايه؟ هتعامل مع اللاين تو لاين، اللي اللاين تو لاين اعلى هيشتغل، مش اللي الفيز اعلى، اللي اللاين تو لاين بتاعه اعلى هو اللي هيشتغل. فلو على سبيل المثال انا هنا يعني، ولا نفترض ان انا رسمت ثري فيز والكلام ده كله، خلينا نبدأ اللحظة اللي أنا بقول لك إن الدايود إن الـ VAB هي اللي هتشتغل، أنهي دايودين اللي هيشتغلوا؟ 1 و6. طب اشمعنى ليه بقى أنا قلت في اللحظة دي 1 و6 هما اللي هيشتغلوا؟ لأن أنا بقول إن الفيزا إن اللي شغال فيزا AB، خلينا نمشي بناخدها حتة وبصمجة كده عشان يعني بدل ما نرجع لجو السيركتس والكلام ده كله، اللي هياخد اللي الانود بتاعه هيشوف الحرف هو هيشتغل،
واللي الكاثود بتاعه هيشوف الحرف التاني هو اللي هيشتغل. يعني انا بقول لك ان الـ VAB هو اللي هيشتغل، يبقى انا هروح اشوف الدايود اللي الانود بتاعه عليه ايه، الانود بتاعه اللي الـ A بتاعه اللي الـ A بتاعه عليه الفولت بتاع الفيزا ايه اللي هو الانود يعني. رحت اشوف، لقيت ان الانود بتاع ان الانود بتاعه عليه الفيزا ايه هو الدايد الواحد، الدايد الواحد هو اللي هيشتغل. تمام، اروح اشوف كاثود اللي عليه فيزا بي، رحت اشوف لقيته انا قلت لكم ان النقطة دي هتبقى هنا، دي غلطة معلش، لقيته ان هو الدايد السادس كده، الدايد 1.6 هيشتغل. ليه بقى؟ لان في اللحظه دي اللاين تو لاين بتاع الفيزا ايه كان هو اعلى لاين تو لاين، فده معناه ايه؟ معناه ان الكرنت هيطلع يمشي كده من الار 1، مش هيعرف لا يخش هنا ولا يخش هنا ولا يخش هنا، هيطلع يمشي في اللود، مش هيعرف لا يرجع من هنا، هيجي يرجع هيلاقي ان الطريق ان هو مش هيعرف يرجع من هنا كمان، هيقوم جاي راجع من هنا على النيوتن. تمام. طيب لحظة تانية، فولت بتاع بعد كده انا قلت ان هو ال VAC، بعد كده ال VAC هروح اشوف الدايد اللي عليه ال VAC هو اللي شغال، فهلاقي ان هو دايد هيبقى دايد واحد برضو، وهيبقى دايد اتنين، فهيبقى اللي شغال هنا واحد اتنين، وهكذا هتفضل شغال كده كده. المهم، طيب انا مش عايز اخش في الحوار ده كلها طالما انا عنديش غير ار لود، فهي سهلة ان انت تبقى فاكرها او سهلة ان انت تفتكرها في الامتحان. ايه اللي هيطلع لك؟ هيطلع لك 6 بولسز، البوستيف والنيجاتيف، البوستيف والنيجاتيف. طيب وكل بلس بقى هنا بتشتغل قد ايه؟ والله انا هناك قلت لك ان كل فريزه تشتغل 2 باي على 6، هنا انا عملت دبلينج، كل فريزه هتشتغل قد ايه؟ كل فريزه هنا هتشتغل باي على 3، يعني اللاين كل لاين تو لاين، كل دايد كل لاين تو لاين تشتغل باي على 3. لازم تفرق ان انا هنا بتعامل مع اللاين تو لاين فولتج، مش بتعامل مع الفيز فولتج. هي دي مشكلة الثري فيز في الويف ريكتفاير، ان انت طول المنهج لغاية الحتة دي احنا شغالين مع فيز، هنا انا شغال مع لاين تو لاين. تمام، هنا ناخد اللاين تو لاين ده بقى اللي هو بتاع الاي بي ده وناخده على جنب. والله انا بقول لك ان الحتة دي كلها باي على التلاتة، عايز اقسمها على الاتنين، اللي هو باي على الستة، باي على الستة زي باي على الستة باي على التلاتة، اللي هي بتبقى 2 باي على 6 اللي هي باي على 3، نفس الطريقة اللي عملتها فوق، وقسمت الأكسس بالنص. بس هنا بقى خد بالك البيك، هنا كان قلت البيك في ماكسيمم على طول، لأن أنا شغال مع فيز، هنا أنا شغال مع لاين تو لاين، هحولها لفيز هضربها في 3 وهضربها في ماكسيمم عشان خاطر أجيب الفيز بيك، لأن أنا الحتة دي مش فيز فولتج، الحتة دي لاين تو لاين. الاول هنقلها الفيز بعد كده هضربها في البي ماكسيم، فهتلاقي ان البيك اللي هنا روت 3 في البي ماكسيم. ليه؟ عشان دي لاين تو لاين مش فيز. تمام، حتى هنا انا هنا قايل لك ان احنا هنا البلصايه بتتكرر كل باي على الثلاثه، يعني هنا التكرار بتاع البلص كل باي على الثلاثه، هناك كان 2 باي على 6، فبالتالي باي على الثلاثه هي يعني باي على التلاتة لما تقسمها بالنص هتديك باي على الستة وباي على الستة. هناك أنا في الفاول أنا قلت لك إن البلصية بتتكرر كل 2 باي على التلاتة، هنا البلصية بتتكرر كل باي على التلاتة، وده منطقي، يعني أنا طالما زودت من الهاف للفول يبقى كل حاجة هتتضبط، يعني هتلاقي حتى القوانين كلها هتبقى ضبط، يبقى في حاجة جديدة. تمام، تخيل انتجريشن، والله انا كنت المفروض اقول لك ان انتجريشن من نيجاتيف باي على 6 للباي على 6 واحد على تي. طب واحد على تي هنا البساطه بتتكرر كل كام؟ كل باي على 3، فادي باي على 3، وبدل من نيجاتيف باي على 6 للباي على 6 هتبقى من باي على 6 بس، لان انا عايز اعمل انتجريشن، انا عايز اعمل انتجريشن الاريا دي.
حلو. الروت 3 في ماكسيمم كوزين اوميجا تي. انا هنا معلم لك ان احنا هنا شغالين الفولت اللي احنا كنا واخدينه من هنا طلعناه هنا كان لاين تو لاين، ما كانش فيز، فدي كانت حتة مهمة جدا ان احنا نبقى مركزين عليها. تمام، فهتلاقي ان هو طلع لك في الاخر ايه، طلع لك 3 روت 3 على باي. القانون ده مشهور جدا بتفرق. ده يمكن اشهر حاجة، اكتر حاجة مشهورة. ليه؟ لان احنا في الغالب لما بنيجي نستعمل الكوايرز مثلا، يعني الناس اللي راحت تدريب المترو ريكتفاير في المترو 3 فيز، ريكتفاير في المترو 3 فيز. طب ليه مش سنجل فيز؟ هتعرف فاكتورز ليه مش سنجل، ليه مش سري فيز، ليه مش سنجل فيز وبنستعمله 3 فيز. لان انت مثلا يعني خلينا نشوف هنا هناك، يعني خلينا نعدي حتة إن إحنا ليه بنستعمله 3 فيز وليه القانون ده مشهور قدام شوية. يعني لما طلعت هنا هتلاقي إن طلع 3 روت 3 في ماكسيموم على 2 باي. لما كنت بنقل من السنجل فيز هاف ويف للسنجل فيز فول ويف، كل اللي عملته إن طلع إن الفي دي سي اللي طلع كان دبل الهاف ويف في الفول ويف. نفس الكلام هنا، الفولت الفي دي سي اللي هيطلع في الفول ويف في 3 فيز هيبقى دبل اللي هيطلع في الهاف ويف. فاللي طلع في الهاف ويف 3 روت 3 في ماكسيمم على 2 باي، لما تضربه في 2 هيديك 3 روت 3 في ماكسيمم على باي. لما تيجي تفكها هيطلع لك ب 1.654. لما هتيجي تعمل مثلا ال VRMS بتاعك، هتيجي تجيب الكلام ده كله تعمل سكويرنج لده تحطه تحت الروت، هيطلع لك بص بقى الرقم ده، بص الرقم 1.654 في ماكسيمم 1.6554 في ماكسيم. المفاهيم تقريبا قد بعض. فكده احنا دايما في الحياة، في الحياة العملية وفي استخداماتنا التقيلة، يعني لما بنستعمل 3 فيز على، يعني بنستعمل ريكتفايرز على دوائر تقيلة، مش بنجيب سنجل فيز أبدا، لازم نجيب 3 فيز، لأن التوتال يوتيلايزيشن فاكتور بتاع ترانسفورمر بيبقى أعلى، الإفشنسي أعلى، الريبل فاكتور بيبقى اقل، الفورم فاكتور بيبقى احسن، كل حاجه. الفورم فاكتور بيبقى تقريبا واحد، الريبل فاكتور بيبقى تقريبا مش موجود. لو انت عملت اوبتمايزيشن يعني مثلا لو جبت الكويل، لو جبت كاباستنس فلتر هنا، احنا ما درسناش الكاباستنس فلتر على 3 فيز انا عارف، بس انت لو جبت كاباستنس فلتر هنا هتلاقي ان تقريبا الفولت اللي هيطلع لك هيبقى لاين بيور دي سي. يعني انا في اول فيديو خالص لما شرحت لك الفرق ما بين الفولت اللي بيطلع من الريكتفاير والفولت اللي بيطلع من البطاريه، قلت لك ان احنا ممكن نطلع الخط ده من الريكتفاير اندر سيرتن كونديشن. في الثري فيز فول ويف السيرتن كونديشن ده بيتحقق بسهوله جدا. بتجيب ريكتفاير، بتجيب فلتر اهبل، سي فلتر اهبل، بتحط اكروس اللوب بتاعك، الفولت اللي بيطلع لك بيبقى نيرلي بيور دي سي. وده حسبنا بالارقام بعد كده الـ VDC والـ IDC، الـ VRMS والـ IRMS انت طلعتهم، هتعرف تطلع الـ V الـ IDC والـ IRMS بسهولة جدا، لأن هي انت بتتعامل مع R load، فهتاخد كل رقم فيه وبتقسمه على الـ R وخلاص. في بقى شوية كلام كده كان نظري في السلايد، يعني كان بيشرح حتة الـ 3 phase والـ قلبة والطلع والنازلة والكلام ده كله، ممكن تبقى تشوفه. ده شكل الكيرفات بتاع الـ current. الـ diode 1 ده هيبقى شغال مع فيزا ايه، يعني احنا اتفقنا ان هو طول ما الانود بتاعها على ايه فهو شغال، فهو هتلاقيه شغال مع الفي اي بي والفي اي سي كده. دايد 4 مثلا تيجي تلاقيه هيشتغل مع في سي اي في سي بي، لان الكاثود بتاعه هيبقى في اللحظة دي هيبقى مع السي. يعني هتلاقي ان انت عايز تطلع الاي اي، الاي كارنت بتاع الفيزا دي هيبقى ايكوال الاي دايد 1 ماينس الاي دايت 4. وبتهيألي انتوا شفتوا الكلام ده كله، يعني شفتوا الحتة دي في الميجور تاسك، ان في الاخر طلع الاتنين، يعني طلع ده كده وده كده، وده كان طلع الفرق ما بينهم. فدي يعني حتة بتاعت الويف فورم دي ممكن دي سهلة ان انت تبقى عارفها يعني. تمام، السيفس بقى ما كانش عليه غير سؤال واحد، كان هات الفاكتورز. يعني بيقول لك هات الفاكتورز، وكان 3 فيز كان هاف ويف مش فول ويف. السؤال ده ممكن يجي لك فول ويف، هيجي لك فول ويف، كل اللي هيختلف في الارقام. وفي الاول جه قال لك الفي دي سي كتب القانون وطلع الرقم ده في الاخر اللي هو 3 روت 3 على 2 باي في الفي ماكسيم.
كده طلع الاي دي سي قسمه على الهارد، الفي ار ام اس طلع بالرقم اللي هو 0.4068 ده في ماكسيم، الاي ار ام اس راح مطلعه. الافيشنسي احنا قلنا ان الفاكتورز بتاعت المره اللي فاتت هي نفس الفاكتورز، البي دي سي في الاي دي سي على في ار ام اس في الاي ار ام اس هيطلع ب 96%، اكتفاير افيشنسي عاليه جدا. فورم فاكتور هتلاقيه في ار ام اس على الفي دي سي هيطلع 1.01. هتلاقي بعد كده لو جيت تحسبه، لو جيت تحسبه للفول ويف هي 1.0005 تقريبا، بعد كام؟ بعد الرقم العاشر الخامس او الرابع هتلاقيه بيطلع اختلاف. بالتالي انت هنا لازم تستعمل، لازم تكبر شويه من عدد النقط، من عدد الديسيمالز، عشان خاطر انت لو جيت عملت تقريب بالفول ويف مثلا هتلاقي ان الفورم فاكتور طالع بواحد، ده مستحيل من غير فلتر يعني. هتلاقي ان الليبل فاكتور طالع بزيرو، ده مستحيل من غير فلتر. فانت بتحاول تقرب هتلاقي ان الفورم فاكتور الليبل فاكتور ده طلع قليل اوي. قلنا بعد كده ان الليبل فاكتور هو فورم فاكتور سكويرد ناقص واحد، واحنا طلعنا فورم فاكتور هنطلعه ماينس من واحد. ال IRMS هتلاقي ان هي طالعة هتلاقي ان هي طالعة ال I secondary بقى هنا، لأن ال transformer ده انت عايز تطلع ال secondary بتاعه، انت طلعت ال IRMS اسمه على روت 3. فانا لو مسكت الرقم ده قسمته على روت 3 انت كده مطلع ال IRMS. انت عايز تطلع ال current اللي ماشي في ال phase نفسها هتقسمه على روت 3. نفس الكلام في ال 3 phase هتطلع ال IRMS وتقسمه على روت 3. هنا ال VA أو الفولت اللي طالع من الترانسفورمر 3 في ال VS في ال IS، في ال 3 phase هيبقى 6. ليه؟ الرقم ده بيتضرب على حسب عدد الدايلز، ال Q دي ال number of dials، يعني Q Q A Q 3 دي هي عدد الدايلز. فهنا 3 في ال VS في ال IS، هتقوم جاي ال V secondary كده كده أنا مديك ال V maximum هتضربها في root 2 عشان تجيب ال VS، وانت جبت ال IS تروح تجيب ال TUF هتطلع ال VDC في ال IDC. هتجي تحسب تحسب هتلاقي انت هنا مستعمل 66% من الباور بتاع الترانسفورمر، حاجة كويسة. هنا ال Peak Inverse Voltage هيبقى له 3 في ال V Maximum line to line. لازم تراعي ان ال Peak Inverse Voltage هنا هيبقى line to line مش phase. ال Diode في ال Inverse هيشوف ال line أعلى فولت، هيشوفه أعلى فولت هيشوفه عليه هيبقى فولت ال line to line مش ال phase. ال average diode current يعني هي ليها قانون كده، انت بتيجي تحسب على ال full period بقى ساعتها اللي هي ال 2 باي تمام، ومن 0 باي على Q. Q دي قلنا ان هي number of diode، ال I maximum cosine omega t. انت جبت كده، انت كده كده already حاسب ال I maximum قبل كده يعني، وبعد كده هتيجي تحسب الحسبة دي يعني في الآخر. المهم ان هو كان مديك ال IDC فوق، يعني كان بيقول لك البيك كارنت ثرو دايد اف ذا ريكتفاير ديليفرز، هو كان عايز البيك كارنت، عايز الماكسيمم كارنت. هو مديك الاي دي في دي سي ومديك الاي دي سي، فانت تيجي تعوض بالاي ماكسيمم. هو اوريدي مديك الاي دي سي تمام، فكل الاي دي سي دي هتتقسم على 3 اللي هم عدد الدايلز، كل دايل فيهم هيبقى ماشي بتاع 10 امبير، يعني هي هتبقى ماشي 10 امبير، وانت معاك الاي دايد الواحد. لو انت جيت خدت الرقم ده حطيته هنا هتلاقي ان انت معاك الاي دايت، فانت عايز تجيب الاي ماكسيمم فهتقسم الرقم اللي مضروب في الاي دايت في الاي ماكسيمم هتقسمه على الاي دايت هتطلع الاي ماكسيمم. او ان انت كنت تقول ان الاي دي سي ايكوال الكلام ده كله في الاي ماكسيمم، يبقى الاي ماكسيمم اللي هي الكلام ده كله اللي انا كنت بقولك عليه اللي هو هيبقى فين ال 0.27 في ماكسيمم على الار دي. هو هنا فرض ان احنا يعني هنا كان في يعني هنا الحل ده مش تمام قوي، لو جد لك ريزيستنس كنت هتضطر تقسمه على ار، هو هنا ما قسمش على ار، يعني فرض ان انت عندك ريزيستنس بواحد هنا هتطلع الاي ماكسيمم برضه. هو هنا كل اللفه دي كلها عشان تحسب الاي ماكسيمم يعني. تمام. السؤال التاني اللي في الشيت كان على الجزء ده كان نفس الثري فيز بس كان فول ويف، هو برضه جه طلع الفي دي سي هتطلع ب 3 روت 3 في ماكسيمم على الباي، كده قسم على الار جاب الاي دي سي، راح يجيب ال VRMS هيطلع ب 1.6654 V maximum هيقسمها على الأر، هيجيب ال IRMS نفس الفاكتور هتلاقي ان التوتال، هتلاقي ان الإفشنسي هنا 99.83، الإفشنسي دي عالية جدا، عشان كده أنا قلت إن احنا بنستعمل 3 phase full wave في الأبليكيشنز. يعني هتلاقي إن الفورم فاكتور ب 1.0008، يعني ب 1.0008
يعني انت لو ما مهتمتش بالديسيمال زينة، لان الرقم ده تقريبا بيطلع لك بواحد كده، راح اجيب ريكتيفيشن ريبل فاكتور، يبقى الفورم فاكتور سكوير ناقص واحد هيطلع ب 0.04، يعني تقريبا ما فيش ريبل. عشان كده انا كنت بقول لك حته الكباستور هبل، انا كنت قلت حاجه غلط فوق. هنا التي يو اف هيبقى 3 برضو، لان احنا هنا بنتعامل مع عدد الفيزات. انا كنت لك ان الكيو دي عدد الدايز، انا معلش الغلط دي غلطه من عندي. كيو دي عدد الفيزز، كيو دي عدد الفيزز، معلش دي غلطه من عندي. انا قلت ان كيو دي النمبر اوف فيز، الكيو دي عدد الفيزات. فانا هنا عندي 3 فيز برضو، فهيطلع ان هيجي هتيجي تحسب هنا الاي سكندري اوريدي. انت قدامك اختيارين، يا اما تعمل الانتجريشن ده، يا اما تيجي تجيب الاي ار ام اس ده، وبعدين يعني وبعدين تيجي تضربه في الروت 3 وبتاع، ضربه في الروت 3 هو طلع الرقم ده، ده كده ضربه في الروت 3 في الفي ماكسيموم على الارض. الكلام ده كله هيطلع هو نفس الرقم ده لو قسمته على الروت 3، يعني هي هتطلع نفس الفاليوز كده كده، تمام. بعد كده راح حسب الفي سكندري، كده كده احنا قلنا اتفقنا ان احنا بنعوض على الارقام دي في، يعني هو كده كده 0.77 اللي هي روت 2 في الفي ماكسيموم. بعد كده في الاي سكندري في الفي ماكسيموم على الار، الكلام ده كله عشان يجيب التي او اف في الاخر طلع 0.59548، تمام. البيك انفرس فولتج احنا اتفقنا ان هو هيبقى ستيل هنتعامل على لاين تو لاين، هو جاب الفي ماكسيموم وجاب ال وبعد كده جاب اللاين تو لاين بتاعها يجيب البيك انفرس فولتج. بعد كده الاي دايد هيبقى نفس القانون، هنا هيبقى 4 على 2 باي من 0 لباي على 6، عشان انا او انت مش عايز تعملها من 0 باي 3، اعملها 2 على 2 باي من 0 باي على 3، هيطلع لك في الاخر نفس الرقم ده. وهو كان مديك الاي دي سي، هتطلع الاي ماكسيموم. بس ده كل الفكرة في الثري فيز. الثري فيز انا قلت ان هو سهل عشان احنا بنتعامل مع سنجل فيز، مع ارلوب بس، وبالتالي هي شوية قوانين انت عايز تحفظها اصلا وطلع دماغك يبقى احفظها، عايز تحفظ شوية فاكتورز بتطلع وارقام بتطلع في الاخر تبقى حافظها، احفظها وريح دماغك، يعني مش عايز تفهمه قوي براحتك. الكيرفات اللي بتاعت السنجل فيز بتاعت الثري فيز سهلة الحفظ عشان هي مش حاجة كتير يعني، تمام. ده بالنسبة للثري فيز كده، مش باقي الليكتشر 5 هتبقى في آخر فيديو إن شاء الله.